معالي وزيرة المجلس الأعلى للثقافة والسياحة والإعلام، ما هو الوعد الذي تقدمه الوزارة لشعبها؟ أنا بوعد شعب النيل الأزرق بأننا في المجلس الأعلى للثقافة والإعلام مهتمين بنشر ثقافة السلام، مهتمين بأي مكون موجود في النيل الأزرق إنه في محل اعتبار. يعني يمكن الفرق الموسيقية الموجودة عندنا هنا دي دورها في إنها تنشر السلام للمجتمعات بتاعتها باللغة وبالطريقة اللي هي يعني بتقدر تفهمها وتستوعبها تماما. فوجود هذه الثقافات أو التراث الشعبي الموجود عندنا هنا في النيل الأزرق دي الوسيلة اللي نحن نقدر نحافظ بها على التنوع بتاعنا الجميل في النيل الأزرق. وأنا بوصيهم إنه النيل الأزرق يسعنا زي ما نحن قمنا ولقينا جدودنا بيحترموا التنوع وبيقبلوا الآخر، نحن دارين نرجع للعهد القديم إن شاء الله ونحتوي أي زائر لنا في النيل الأزرق. ويمكن اتفاقية السلام من أهم المبادئ بتاعتها، للي طلع على الاتفاقية المساواة الإنسانية هي أساس المساواة في الحقوق والواجبات. يعني ما في تفضيل على إثنية على إثنية أو قبيلة على قبيلة أو دين على دين، الكل عندنا واحد بمعيار الإنسانية. فخدتوا في بالكم يا أهل النيل الأزرق، أنتوا أجمل ناس، يعني ربنا خلقكم وأنتوا أجمل ناس، كنتوا بتقبلوا الآخر، ودي اللوحة اللي تشكلت هسه في النيل الأزرق، إنه الكل موجود في النيل الأزرق، حتى مش وجود بس يعني تمازج يعني بين القبائل في النيل الأزرق، يعني شكلت لوحة تمثل السودان كله. خلونا ما نقبل يعني إنه زول يخش بيناتنا ويضرب النسيج بتاعنا الاجتماعي القوي ده. فإن شاء الله نحن في المجلس الأعلى حنعمل على تطوير كل الثقافات الموجودة في النيل الأزرق هنا، ونجعلها إحدى الثقافات المكونة للسودان، وننشرها كمان للعالم كله يعرفوا إنه في منطقة اسمها النيل الأزرق وعين فيها ثقافات متعددة وفيها قبول للآخر. فإن شاء الله ربنا يوفقنا في المجلس الأعلى للثقافة والإعلام نقدر نوفر قناة فضائية عشان نربط الناس بالنيل الأزرق، يعرفوا عن النيل الأزرق تفاصيل التفاصيل. يمكن الإعلام القومي ما بيستطيع يغطي كل المناطق بكل ثقافاتها وبكل طرق حياتها، لكن لما نكون عندنا قناة متخصصة إن شاء الله حنصل لكل بيت وحنصل للعالم كله إن شاء الله. نعم، شكرا رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة الأستاذة فواتح النور البشير، شكرا جزيلا. شكرا لكم شكرا للسادة المشاهدين، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة من وعد وأمنيات.